أهلا بكم. شهدت عدن اليوم تفجيرا انتحاريا استهدف مقرا أمنيا. صدر محلي أفادت بسقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون إثر تفجير سيارة مفخخة لمقر حماية المنشآت التابع لقوات الحزام الأمني في مديرية المنصورة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش استمرار التفجيرات الانتحارية في عدن وتأثيرها على مستقبل العاصمة المؤقتة في محورين. الأول، التفجيرات الانتحارية في عدن، المستهدف والمستفيد. الثاني، مستقبل الوضع الأمني والسياسي للعاصمة المؤقتة في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة. أكدت مصادر محلية مقتل جنود من قوات الحزام الأمني وإصابة مدنيين بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقرا أمنيا، فيما يعد هذا التفجير هو الثاني خلال أقل من 10 أيام. تزامن هذا التفجير مع وصول رئيس الوزراء إلى عدن في ظل تصريحات حكومية بوجود دعم من التحالف لتحسين دائم للوضع في العاصمة المؤقتة وتأكيدات بحلول مستدامة لرفع مستوى الخدمات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نحاول فهم ما الذي يجري في عدن ومن المستفيد من تكرار العمليات الإرهابية. نتابع وإياكم هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. انفجار عنيف آخر يهز عدن. سيارة مفخخة فجرها مجهولون بالقرب من مقر عمليات حماية المنشآت التابع للحزام الأمني بحي عبد العزيز في مديرية المنصورة وسط عدن. ضحايا هذا الانفجار من القتلى والجرحى معظمهم من الجنود المرابطين في المقر الأمني، لكن الأضرار المادية كانت كبيرة في المقر الذي دمر بالكامل تقريبا، فيما طالت الأضرار أيضا مسجد زايد المجاور وعددا من المنشآت السكنية الواقعة في محيط المقر الأمني. التأثير الأهم لهذا الانفجار الذي وصف بالكبير وقع على سكان المنصورة، فقد طال هدفا يقع في حي عبد العزيز المزدحم بالسكان وبالمارة، الأمر الذي أعاد هذا الحي ومديرية المنصورة إلى الأجواء السوداء من الحرب والانفجارات والأعمال الإرهابية التي هيمنت على المديرية وعدن طيلة العامين الماضيين. عدن لم تتحرر بعد من كابوس العنف والإرهاب والتفجيرات وأعمال القتل، فلم تنضي سوى 9 أيام على التفجير الانتحاري الذي طار لمقر البحث الجنائي في خرمكسر، والذي أعقبته مواجهات راح ضحيتها 46 قتيلا وعشرات الجرحى. الرعب إذن هو الحصاد المر الذي يجنيه أبناء مدينة عدن المسالمين جراء هذه التفجيرات الإرهابية التي تقض مضاجعهم وتهز ثقتهم بالمستقبل الأفضل الذي بشر به رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر لحظة عودته مساء الاثنين إلى عدن محمولا على الآمال العراض. ينضم إذن مشاهدينا الكرام لنا الآن الملازم والضحفارع المتحدث باسم القوات الخاصة بعدن، ينضم إلينا من هناك من العاصمة المؤقتة. أستاذ وضاح، ضعنا أولا في سياق وصف ما حدث في عدن، ما هي تفاصيل حادثة تفجير مقر أمني تابع للحزام الأمني؟ أهلا وسهلا بكم يا مرحبا. أولا نريد أن نؤكد أن وحدات اللجنة الأمنية على مرحلة عالية من اليقظة الأمنية، وأن الإرهاب يعني تجري خطوات الاستئصال شافته، وأن الإرهاب هي ظاهرة عالمية في لحظات يعني يمكن الاختراق. حادث هذا في الدول الأوروبية، في أمريكا، في دول العالم كثيرة. وحدات الأمنية تجري أجرت خطوات متقدمة لاستئصال شعفته. هناك أطراف خارجية تدعم هذا الإرهاب لمحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة والعاصمة المؤقتة عدن. طيب، هذا الأمر سنناقشه بعد ذلك أستاذ سيد وضاح، لكن دعنا أولا نفهم تفاصيل ما حدث اليوم. ما هي التفاصيل الدقيقة لتفجير المقر الأمني؟ التفاصيل الدقيقة هي كالعادة محاولة للهجوم على مقر للشرطة في حي عبد العزيز التابع للحزام الأمني، مقر عملياتي. استشهد فيها 9 قتلى و15 جريح. كالعادة يعني في محاولة في كل مرة يخطوها الإرهاب لإرسال رسالة للعالم أن هناك سراقة أمنية،
وأن هناك زعزعة للأمن والاستقرار. هل كان الأمر هل كان التفجير سيد وضاح عبر عبوة ناسفة أم عبر سيارة مفخخة؟ كيف كان ذلك؟ بغض النظر عن تفاصيل هذا الكلام، هي يعني كل المراحل شبيهة، كانت بهجوم بعبوة ناسفة أو بسيارة مفخخة، هي نفس الأساليب ونفس الطرق يعني تكرر كل مرة. الغرض منها زي ما قلت لك هي إظهار فشل الأجهزة الأمنية، وهذا شيء مستبعد. يعني الأجهزة الأمنية تقوم بدورها الدور الإيجابي والدور الممتاز في استئصال الإرهاب وشفته. طيب، يعني أنا لا أريد الدخول في هذه النقطة الآن لأننا سنناقشها بعد قليل سيد وضاح، لكن أريد أن أسألك، تحدثت عن حصيلة الضحايا هذا التفجير، هل جميعهم عسكريون أم أن هناك مدنيين سقطوا؟ لا، هي مختلط ما بين الجانب، يعني بينهم عسكريين ومواطنين، الحصيلة مشتركة. زي ما قلت لك 9 قتلى و15 9 شهداء عفوا و15 جريح، نقلوا الى المستشفى 22 مايو ويتم معالجتهم، والحكومه تقوم وزاره قياده وزاره الداخليه تشرف على هذا الموضوع اشرافا مباشرا، وان شاء الله يعني نقوم بالاجراءات اللازمه باذن الله. طيب، ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا سيد وضاح. ينضم الينا الان مشاهدينا الكرام الأستاذ فهمي الثقافي الصحفي والناشط السياسي، ينضم لنا أيضا من عدن. أستاذ فهمي، إذن لعلك تابعت ما حدث بعدم من تفجير ضد مقر أمني، هل هناك تفاصيل لديك ربما غير المعلنة عن طبيعة التفجير عن الجهة المنفذة كذلك؟ طبيعة التفجير طبعا وصل لإعلان داعش، لكن رواية الأمن أو الأمن بالاساس العدل لم يرشح عنه شيء. لا روايه امنيه تقول ايش اللي حصل، او حتى بيان امني يوضح حقيقه ما حصل مطلقا. فقط داعش من كبرت العمليه وقالت انه 4 افراد من اعضائها هم اللي قاموا بالتفجير. الاشكال هنا انه يوضح دور الامن. دور الامن غير فعال كما ينبغي. ولهذه المشكله اسبابها. اولا امامنا اكثر من جهاز امني، عمليه الانفلات، السلاح المنتشر في كل يد في المدينه، السيارات الغير مرقمه، الدريس العسكري اللي يلبس الكل، الى درجه انك لم تعد تميز بين من هو الجندي الرسمي ومن هو اللي لابس زي هكذا على سبيل الموضه او تشب قوات الامن او الجيش. هذه كلها اشكالات يعني جعلت الاختراق هذا واضح. وربما ايضا يكون جهاز الامن نفسه مخترق من قبل هذه الجماعات للاسف الشديد. يعني ونحن نتابع العمليه وما حصل، يعني قوه الحصار حول مقر البحث نعم، لكن حينها في لقطه انا تابعتها عبر فيديو نشر من قبل الجنود انفسهم، يظهر فيه 4 من جنود تابعين لجهاز مكافحه الارهاب يحاولوا اقتحام المبنى من الخلف، وهم واقفين على في الدور الثاني. المسؤول عنهم كان خارج المبنى تماما على الخط وفوق سيارته ويوجههم يعطيهم صوتات من الخارج. بقيوا الجنود هؤلاء انظارهم وذهنهم وتفكيرهم صوب اللي يوجههم خارج. ونسيوا المبنى وانهم مقدمين على خطر حقيقي. يعني رويت ان الجنود هؤلاء اللي ذهبوا لاقتحام المبنى لم تكن عندهم خطه واضحه ولا يدروا ما العمل. متصورين توجيهاتهم من قائدهم اللي خارج مبنى الجهاز المقر البحث، وبالتالي فاجئهم احد المهاجمين فهو انفخخ وانفجرهم وسقطوا 4 كلهم صرعى. نعم. هنا هذا دليل واضح على انه الجنود المتعاطين مع المسؤوليه الامنيه او المتسلمين لجهاز الامن غير مدربين التدريب الكافي، وايضا مسؤوليهم يجهلون تماما ما هو الامن ومعنى الامن وما هو الحس الامني يعني عند قائد امني. طيب، هذا واحد من الاشكالات.
لحظة يعني. سنعود إلى بقية الإشكالات سيد فهمي، لكن أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أعود إلى الأستاذ وضاح فارع المتحدث باسم قوات الخاصة بعدن. سادة الملازم، إذن الآن عندما نتحدث عن تفجير، تتناقل وسائل الإعلام أن تنظيم داعش تبناه، هل يمكن فعلا اتهام هذا التنظيم الآن، أو لديكم معلومات رسمية تؤكد أن هذا التنظيم من يقف وراء هذه العملية؟ قد يكون تنظيم داعش أعلن هذا الكلام، لكن الجهات الأمنية لم تعلن من المتسبب، وستقوم هناك إجراءات للتحقيق كاملة. الجهات الأمنية لديها معلومات كافية من هي الجهة المسؤولة. في وقت لاحق إن شاء الله ستصرح بهذا الكلام عند اكتمال التحقيق. لكن يعني تتحدث الجهات الأمنية دوما على أن لديها المعلومات، ثم لا تتحدث عن من هو المتسبب. يعني في التفجير الذي حدث واستهدف مقر البحث الجنائي سابقا، لم يعلن عن المتسبب بهذا التفجير. عند اكتمال حلقة المعلومات كاملة متى تكتمل؟ هناك إجراءات أمنية تختص فيها الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية. ليست بالضرورة أن نقوم أن نعلن يعني صراحة للرأي العام، لكن قد يكون الإعلان في عن دقائق الأمور يسبب إرباكا للعمل الأمني. الأجهزة الأمنية تقوم بعملها بالشكل المطلوب، وهي تدرك ما هو العمل الأمني. وسائل الإعلام يصرح لها بالمعلومة التي يراد أن يصرح أن تستلمها، لكن الدخول في تفاصيل دقيقة للأجهزة الأمنية هذا من اختصاص الجانب الأمني، وهي المسؤولة عن العمل الأمني والمعلومات التي تختص بها هذه الحوادث. هذا بكل تأكيد، لكن من حق المواطنين معرفة المعلومات أولا بأول حتى يطمئنوا إلى أن هذه الأجهزة الأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه. نحن نتحدث الآن عن عمليات متتالية تفجير، وكذلك هناك عمليات اغتيال بداخل عدن تجري. يعني المواطنين يحق لهم معرفة المعلومات والاطلاع على ما وصلت إليه هذه الأجهزة. كما قلت لك سابقا، الإرهاب ظاهرة عالمية تحدث في جميع كافة أو في دول العالم كافة، أو في أرقى الدول الأوروبية. كان الرئيس الفرنسي في باريس يشاهد مباراة آخر استهدفت من عدد من الأجهزة. ماذا قلنا أن هناك الأجهزة الأمريكية والأجهزة الأوروبية فقدت السيطرة. الإرهاب ظاهرة عالمية كالهاكرز كالفيروس، كل ما ارتقت العقول لمحاربته ارتقى. لكنها تعلن على الأقل سيد وضاح في سيطرته. سيادة الملازم، لكنها تعلن عن أسماء الجهات التي تقف وراء ذلك. يعني صحيح هي تواجه هذه التفجيرات، لكنها تعطي معلومات لطمأنة الرأي العام. نحن أمام جهات عديدة، هناك نحن في حالة حرب أولا في بلادنا، نحن أمام تنظيم انقلابي في صنعاء يملك أجهزة قومية وأمن قومي وأمن سياسي يحرك كثير من الأمور. هناك نحن أمام إرهاب ودول كثيرة تسيطر على هذا الكلام، وتنظيمات إرهابية. هناك عديد من الجهات مسؤول عن هذا الكلام. عندما تصل التحقيقات إلى صحة أو دقة من هي الجهة المنفذة سيتم الإعلان عنها بشكل طبيعي. إذن على أمل أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن حتى ينعم السكان في هذه المناطق بالراحة، ننتظر ذلك بأسرع وقت ممكن. أشكرك الملازم وضاح فارع المتحدث باسم القوات الخاصة بعدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أعود إلى السيد فهمي الثقاف. أستاذ فهمي، إذن يتحدث سيادة الملازم على أن هناك تحفظ في المعلومات حتى استكمال إجراءاتها بسلاسة، وعدم وضع الناس بسياق معلومات ربما لا تكون دقيقة، لكن الأجهزة الأمنية يقول أنها على علم وعلى أنها تقوم بدورها على أكمل وجه ممكن. هل تتفق مع ما طرحه
المتحدث باسم قوات الخاصة بعدن. الحق أقول لك أتمنى حقا أن أصدقه وأن أتعاطى معه بشكل إيجابي، لكن للأسف الشديد لا أملك هذا الطرف للأسباب التالية. تفضل. أولا ليس الجريمة الأولى التي تحدث بعدن بالنسبة لتفجير مغر أو حالة اغتيال، حصلت جرائم كثيرة، اغتيالات وتفجيرات وإلى آخره، وسمعنا هذا الموال القديم من أجهزة الأمن أنها تحقق وأنها بتعلن النتائج وأنها هكذا، فكم مرت هذه الجرائم دون أن يعلن عنها شيء. وأعتقد أنه حق الأمن تفجير مبنى البحث الجنائي أيضا سيلحق، تفجير اليوم الذي حدث للمقر الحزام الأمني في حي عبد العزيز في المنصورة نفس الأمر. الإشكال أنه نحن أمامنا أكثر من جهاز أمني ومجاميع مسلحة، وهذه كلها يبدو لي أنه التنسيق بينها معدوم. يعني لا لكن هناك يعني أستاذ فهمي، هناك الآن كان اجتماع للجنة الأمنية، كان هناك اجتماع عقد في مقر العمليات المشتركة في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن صالح الزنداني ووكيل وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الله يحيى جابر، ناقش تداعيات الهجوم الإرهابي السابق الذي استهدف إدارة البحث الجنائي وتطورات الأوضاع في عدن، وأقر تشكيل لجنة للتحقيق. يعني هناك نوع من التنسيق على ما يبدو، أليس ذلك كافيا لتأمين وطمأنة الناس؟ لو تلاحظ أداء الأجهزة الأمنية يأتي أسباب رد الفعل، التفجير حصل، عقد الاجتماع، شكلت لجنة التحقيق. لجنة التحقيق نحن نعرف تماما ماذا تعني تشكيل لجنة التحقيق في اليمن. لجنة التحقيق أصبحت مقبرة لكل قضية يردف لها. الإشكال أنه ماذا بعد لجنة التحقيق؟ لجنة التحقيق اللي شكلت من قبل، ما الذي طلعت به؟ النتائج اللي طلعت بها، التقارير إلى آخره. الرأي العام لا يعرف شيء عن هذا للأسف الشديد. الأمر الآخر أنه الأجهزة الأمنية مهمتها أولا أنه منع الجريمة قبل وقوعها، منع الجريمة قبل وقوعها لن يتأتى إلا بأجهزة أمنية فعلا مش يربطها رابط واحد أو معين، غرفة عمليات واحدة تبادل المعلومات بالكفاءة والسرعة المطلوبة وإلى آخر هذا الكلام. أما القول بأنه والله نحن هذا سمعنا نحن الشماعات أحيانا نلقي عليها تقصيرنا ونشرنا أنه الواقع الانقلابيين وإلى آخره. طيب نعم أستاذ فهمي، لو قارنا قوة الانقلابيين أمام قوة التحالف لا شيء والشرعية. طيب دعنا في هذه النقطة تحديدا أستاذ فهمي، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. أرحب بمن ينضم إلينا الآن سكرتير رئيس الحكومة الأستاذ غمدان الشريف. أهلا بك أستاذ غمدان، ما تعليق الحكومة على استمرار التفجيرات التي تحدث في عدن، خصوصا وأن التفجير يأتي بعد أيام من تفجير البحث الجنائي وبعد عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نعزي أنفسنا ونعزي شعبنا الأبي وأسر الشهداء على الذين استشهدوا في هذه الجريمة، رحمهم الله، الجريمة الإرهابية التي يحرمها الدين، ومرتكبينها تجردوا عن كل القيم وعن كل المبادئ الإسلامية. أخي العزيز، هذا تنظيم إرهابي تقف ورائه عصابات وأنظمة عالمية، لعل أول هذه الدول إيران التي مولت هذه الجماعات الإرهابية. هي عملية إرهابية، وهذا التنظيم يخترق الأجهزة الأمنية في أكبر الدول تقدما، ونحن نعيش في ظروف حرب واستثنائية، ولكن هذه العملية الإجرامية التي حدثت اليوم وكذلك العملية الإجرامية التي حدثت قبل أيام، الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في ذلك، ألقت القبض على عدد من العناصر الإرهابية. الأجهزة الأمنية لديها عدد من العناصر الإرهابية وما زال التحقيق يجري معهم، وسيعرضون على النيابة العامة، وتقوم الأجهزة الأمنية بملاحقة ومطارد ذلك. سيعقد اجتماع أمني موسع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دور، سيناقش كل هذه الآليات. نحن الحمد لله كانت عدن مطرح العمليات قبل عام ونصف، تحصلت هذه عادة اليوم
هذه العمليات الإجرامية، لا زالت الحكومة تبذل مزيدا من الجهود لتوحيد غرفة عمليات مشتركة تشرف على ذلك العمل في جميع محافظات المحررة. جئت إلى بيت القصيد أستاذ غمدان. أستاذ غمدان، أنت تحدثت على أن هذا الاختراق يحدث في أقوى الأجهزة الأمنية في دول العالم، لكن ما لا يحدث في هذه الأماكن كما يقول الأستاذ فهمي السقف ويقول آخرون، هذا التشتت في الأجهزة الأمنية وكذلك ما يراه المواطنون من انعدام وجود قيادة يعني وغرفة عمليات مشتركة لتحقيق هذا الأمن والاستقرار والتنسيق ومعرفة من هو المسؤول في هذه الأجهزة الأمنية. يتحدث الأستاذ فهمي عن وجود أشخاص لا يعرفهم وهم يحملون سلاحا ويقولون أنهم يتبعون جهات رسمية، هذا الأمر هو ما يقلق الناس وليس أن الأمر حدث تفجيرات فقط. أتفق 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 أخي معك أنه يجب وحان الوقت حالا إلى تفعيل غرفة العمليات المشتركة التي شكلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية. حان الوقت أن يكون لدى في العاصمة الموقتة عدن جهاز أو إدارة أمنية واحدة توحيد القرار الأمني. حان الوقت أن يكون أن تخضع كل الأجهزة الأمنية تبع وزارة الداخلية. حان الوقت أن نوجد أن نفعل أجهزة البحث والتحري. نعم نحن في الأيام القادمة سنركز على ذلك. اجتماع أمني موسع سيعقد برئاسة الدكتور أحمد بن دغري. هل سيشمل الحزام الأمني؟ سيناقش كل هذه المواضيع والأطروحات وسيتم اتخاذ إجراء عدد من الإجراءات الحاسمة. هل سيشمل هذا الاجتماع أستاذ غمدان؟ أستاذ غمدان، هل سيشمل هذا الاجتماع الحزام الأمني أيضا؟ سيكون الاجتماع باللجنة الأمنية المشكلة من قبل فخامة رئيس الجمهورية وهي الأجهزة كل الأجهزة الأمنية التي تخضع للحكومة الشرعية، وكذلك سيكون الحزام الأمني أحد هذه الأجهزة الأمنية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ غمدان. بعودة أخيرة للأستاذ فهمي السقاف، سمعت ما تفضل به السيد غمدان الشريف ولك أنت اطروحاتك فيما يخص الوضع الأمني، وبرأيك الآن هل يمكن التعويل على هذه اللجنة الأمنية أم أن هناك لا زالت نقاط يجب الالتفات لها وتحسينها قبل الحديث عن فقط تشكيل لجنة؟ حسنا، قال يشكر الأستاذ غمدان أنه اعترف من حيث ما لا يشعر عندما قال يجب أن تكون هناك قرعة عمليات مشتركة، يجب أن تكون أجهزة عمل موحدة، يجب أن تكون تحت أمر وزارة الداخلية، يجب 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 إلى آخره. أنا أتفق معك، هذا فعلا هذا مطلبنا نحن. أيوة، لكن الإشكال إنه الأجهزة هذه ظلت عدن أو البلد أو المناطق المحررة ترى تدار برأسين، الشرعية والتحالف اللي متمثل بالإمارات للأسف الشديد، وبالتالي يقول المثل إنه المركب اللي لها رئيسين أو قبطانين تغرق يا سيدي، مصير على الغرق. هذا ما يحصل. طيب، حصل التفجير على مقر البحث الجنائي وهو محصن عمليا، مدارس امامه، بوابه الى اخره. كيف هذه الاجهزه الامنيه لم تتوقع انه الارهاب هذا ممكن يضرب مقرات تابعه لها غير محصنه في شباب عاديه يعني مستاجرين؟ الامر سهل، ووسط حياه مكتظه بالسكان ايضا، يعني عاملين مقرات الاجهزه مقابل الجنوبيين يطالبوا باخراج معسكرات في المدن، الان اصبحت معسكرات في الاحياء السكنيه مش عاد في المدن. هذه واحده من الكوارث يعني اللي التي تقلب للمواطنين قتل ودمار وترويع للاسف الشديد. اشكرك اذا الاستاذ فهمي السقاف الصحفي والناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. اعود بسؤال اخير استاذ غمدان الشريف. محللون سياسيون يؤكدون ان الحل العملي لوقف التدهور الامني بعدن هو باستعادة الشرعية لقرارها السيادي فيها. أستاذ غمدان، وأرجو منك إجابة شفافة وصريحة، هل هناك توجه حقيقي لضبط هيبة الشرعية بعدن؟ نعم أخي العزيز، وكما أكدت اليوم عبر قناة بلقيس، وكما وجه فخامة الرئيس، وكما اتفقوا أن تكون هناك وحدات عسكرية أمنية موحدة تحكمها غرفة عمليات مشتركة. هذه الإجراءات سيتم اتخاذها عما قريب وفي القريب العاجل. لن تكون هناك بعد اليوم بإذن الله عمليات تحدد أمن الوطن والمواطن. لن تسمح الحكومة
اقلاق السكينه وزرع الفوضى، سيتم اجراء عدد من اتخاذ عدد من الاجراءات تضمن سلامه الوطن والمواطن، سيكون هناك دمج للوحدات العسكريه والامنيه على اسس حديثه. هذا هو العلاج الجوهري، هذا هو علاج هذا هو الدواء لمكافحه هذه العمليات الارهابيه الاجراميه التي حقيقه ما حدث في مبنى البحث الجنائي عمليه كبيره، واكيد صخر لها امكانيات كبيره وصدف وراءها استخبارات كبيره. لذلك الحكومه الشرعيه لن تسمح بهذا العبث بارواح المواطنين وستتخذ الاجراءات بما تحمي امن وسلامه المواطن. سكرتير رئيس الحكومة الأستاذ غمدان شريف، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نصل لختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات منتجة الحلقة شروق القاسمي وبقية أفراد الطاقم الفني. هذا وجيه سمان يحييكم، إلى اللقاء.